السلام عليكم. اول حاجه غادي نتعلموا لها هما الصدوره، انواع ديال الصدر وكيفاش التخزين ديالهم في الملف اللي وريتكم. المهم تديري النموذج، دابا هذا النموذج اللي مصور هنايا ديال الصدر، انا دايره الامام هنايا. هذه شتي تيجي بهذا الشكل، اذا غادي تلقايه في الوسط. هادشي اللي غادي تتعلمي. هادي شي كي داير، هذا غير الامام، الامام بلا بارمونتور ديالو. شي التبطين ديالو كي داير باش منين تحتاجي الموديل تمشي عندو نيشان. دابا هذا ها هو، غير ملصقاهم من هنا ومن هنا بالسكوتش. كذلك هذا بعد النموذج تلقايه حتى هو هنا. راني مقربه الكاميرا داكشي باش ها شتي. حتى الا بغيتي تعلمي شي وحده تلقاي ما توريها. هادي مشي في، وكذلك حتى هو بالتبطين ديالو. ها التبطين ولا تنسموها لا بارمونتور. هادو تيجيو اكثريه في الكساوي ديال الدار والكساوي وجديين ولا القوامج، حتى القوامج تيجيو زوينين هكذا. شتي ها النموذج. عرفت ترتبت كل حاجه بلاصتها باش ما لحقاش عندي بزاف ديال الدروس، الا جيت نجبد داكشي كلشي غترول ليا. هاد راه غير شويه ديال الصدوره اللي جبت لكم هنا باش نوريكم. هانتي هاد راه دايره له الخلف والامام. هانتي ها هي الخلف، تتكون في الضيفه، تتكون في الضيفه هنايا شتي.